ضيفنا وضيفكم الدكتور سمير مرقص الكاتب والباحث ومساعد رئيس الجمهورية الذي قدم استقالة مكتوبة ومسببة للسيد رئيس الجمهورية. دكتور سمير مرقص شرف لي أن حضرتك معي. أهلا بك سيد. أنا ببقى سعيد دائما بكون مع حضرتك. ربنا يخليك دكتور. احنا عندنا سؤالين بنطرحهم طول هذه الحلقة من بدايتها لنهايتها. كيف وصلنا إلى حالة أنه الأشقاء يتحولون إلى حالة الأشقاء الأعداء، وأنه الخلاف السياسي وهو شيء مشروع بيحدث في كل دول العالم أن يتحول إلى حرب شوارع، يعني يراق فيها الدم المصري على الأسفلت؟ كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ ثم السؤال الثاني كيفية الخروج منه. يمكن في بداية منطقية لأنك شاهد على التاريخ، حضرتك تكاد تكون من القلائل في تاريخ مصر الذين حينما استقالوا استقالوا لموقف واضح ومبدئي، لم تحاول انك انت يعني تشهر به او تحصل عليه، ولكن كتبته بشكل محترم جدا في استقالة مسببة، وقابلت السيد رئيس الجمهورية وقدمتها له بكل المسؤولية اللي بتفرض عليك سواء تجاه المنصب أو تجاه ضميرك الشخصي الموجود. ممكن تبسط للناس، لأنه أنا حزين أنه ناس كتير ما قروش نص الاستقالة بتاعتك. نفسي ناس أكتر تفهم، لأنه لو كان انتبه للجرس الأحمر اللي حضرتك دقيته في الاستقالة يمكن ما كنا شفنا دماء في الشارع. لماذا استقلت؟ اولا اشكرك على هذه البدايه، وبشكرك ان حضرتك يمكن الوحيد اللي كتبت عن نص الاستقاله وطلعت بالظبط بدقه شديده، يمكن اكتر مما انا كتبت. لا، لا دي حقيقه. بشكل محدد في عناصر محدده مضمون هذه الاستقاله. اولا الاستقاله هي جت بعد ساعات قليله جدا من صدور القرارات. انا القراءه الاولى للقرارات اللي هو الاعلان الدستوري. الاعلان الدستوري، وانا بحط الحزمه على بعضها، الاعلان الدستوري والى جانبه قانون حمايه الثوره، وهو امر خطير جدا وغير منتبه اليه، وفي الخلفية المشهد الجماعه التاسيسيه والنص الدستوري المقترح او المسوده اللي وصلوا اليها، بالإضافة إلى أمر شكلي وهو أن القرارات أعلنت أنا عرفتها من التلفزيون في مكتبي، فده أمر شكلي يعني نتناقش فيه، يعني مش ده هو الأولوية، لكن الأولوية هي فكرة أنه إذا خدنا الحزمة دي مع بعضها، وإذا كنت أنا مسؤول عن ملف التحول الديمقراطي في مؤسسة الرئاسة، أنا على طول القراءة الأولى أن هذه قرارات معوقة للتحول الديمقراطي. أي ديمقراطية نتحدث عنها في ظل إجراءات استثنائية، وإجراءات استثنائية مقيدة ومكبلة، وأي مبررات يمكن أن تقال أن هذه الإجراءات مؤقتة ولفترة معينة وسوف تكون، كلنا نعلم من القراءة التاريخية ومن الخبرة السياسية أن الإجراء الاستثنائي بيجيب إجراء استثنائي، والإجراء الاستثنائي حضرتك تعلم كلنا من جيل شفنا ده أو من أجيال شهدنا ده عمليا وعشناه بشكل أو بآخر، سواء في المرحلة الأخيرة من فترة عبد الناصر أو في مرحلة السادات أو مرحلة الرئيس الإجراءات الاستثنائية دائما بتستدعي إجراءات استثنائية مش العكس. ومن المفترض نظريا أنه في اللحظة التي تلي 25 يناير، أنا كنت أتمنى وقلت ده للدكتور مرسي، كنت أتمنى انه يعاد توظيف شعبيه الاخوان كتيار رئيسي يحتضن الامه بالمعنى التاريخي لحزب الوفد، وفد حزب الامه، او جمال عبد الناصر حتى على كل اختلافاتنا على عبد الناصر وظف كاريزميته من اجل الوطن بشكل او باخر، اخطا نعم ولكنه اصاب ايضا وكان عنده الحس الوطني. كنت اتمنى ان الاخوان يلعبوا هذا الدور، الإخوان بمعنى أنت أصبحت في الحكم بالفعل، إزاي تعيد ترتيب البيت من جوه وتحتضن الجميع وتستوعبهم في الحركة الوطنية ونشتغل مع بعضنا، وخاصة أن التركة ثقيلة جدا، ودايما أنا بقول دي أكبر بكثير من أن فصيل واحد يشيلها. وبالتالي ده ما حاولت أن أقوله، أنه بالفعل ده كان اللي بيحكمني،
وده اللي كان دفعني للمشاركه. يعني انا رغم ان كان فينا في اعتراضات وانا كنت عند حضرتك هنا، ان احنا قلنا انه خلينا نشتغل، احنا بعد 25 يناير بنفتح صفحه جديده كقوة وطنيه، وخلينا نشتغل ونمارس عملنا. الى في, في 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 نقطه مهمه، انه مهما كان النظام السياسي فدور الشخص مهم. يمكن ناس كتير من اللي تعاملوا مع الرئيس مرسي على المستوى الشخصي انه الرجل كان لديه في خطاباته في افكاره فيما يقول في تصرفاته ما يريد انه هو يكون رجل كل المصريين. اتخذ مجموعة من الاجراءات صارت في هذا الاتجاه، واتخذ مجموعة من الاجراءات بدت وكأنها اجراءات تتبع تيار محدد. هل الرئيس لديه رغبات لكن عليه ضغوط فهو في حالة صراع ما بين الاثنين؟ يبدو لي ان هذه هي الحالة بدقة شديدة جدا. بدليل انه المفروض المجموعة نظريا ان المجموعة اللي بتستشار في مثل هذه الامور لم تستشر. يعني مثلا حضرتك مساعد رئيس، مسمى وظيفتك مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطي. فإذا كانت الوثيقة الإعلان الدستوري هي من أجل تحول ديمقراطي وتدعيم الديمقراطية كما أقرها أو سماها السيد رئيس الجمهورية، فيبقى منطقيا أول من يستشار حينما تكون الفكرة حتى وليدة، إذا كانت فكرة صائبة أو غير صائبة، ثم في الصياغة ثم في النص النهائي يكون حضرتك. بالظبط. فهل حضرتك استشرت؟ لا لم يحدث. لأن قلت حضرتك كده، لكن أنا عايزة بس أسمعها منك. لم يحدث على الإطلاق. أنا شاهدت القرارات في التلفزيون في أظن الساعة 6 يوم الخميس 22. طيب. يبقى هناك قرار صدر من الرئاسة المحترم يدعو إلى أو نيته أو مقصده كما أذيع أنه لدعم الثورة والتحول الديمقراطي. حضرتك مساعد رئيس الجمهورية المسؤول عن ملف التحول الديمقراطي لم تكن طرفا فيه بأي شكل من الأشكال. فمن هنا يبقى ده بيعدنا بقى لمسألة أسلوب صناعة قرار. هي دي القصة دلوقتي. ولذلك أنا واحدة من فقر أولا الاستقالة 3 صفحات. أيوة فهم. فجزء من احد الاسباب هو جدول فريق الرئاسي. حضرتك قلت النقطه جدول دي. ما هي جدول احنا موجودين الرئاسي. ليه المساعدين والمستشارين وبقيه التيم ما جدول فريق الرئاسي. انا كنت اتمنى وانا كتبت ده مبكرا انه فكره الفريق الرئاسي في ذاتها فكره هامه في التطور الديمقراطي المصري. لو كانت فعلت، وانا كاتب لو فعل الفريق الرئاسي ربما ده كان يساعد. فعل بمعنى انه بالفعل يبقى له دور. وبعدين انت بتتحول من الرئيس الفرعون الى الرئيس المؤسسي. لما اجيب مستشار لرئيس الجمهوريه او مساعد لرئيس الجمهوريه، مش من الاسس ان انا ما يسمى بالانجليزيه في الشركات job description، اي توصيف وظيفه، هل قدم لك كتابيا او شفهيا ما هي مهام وظيفتك؟ في الاجتماع الاول ربما يكون في سبتمبر، انا مش متذكر بدقه دلوقتي، لكن في سبتمبر بالفعل كان في جوب ديسكريبشن. كان بتقول ايه بقى توصيف الوظيفه؟ انه انا اولا بتابع كل ما يتعلق بقضيه التطور الديمقراطي، التواصل مع يعني الحياه الحزبيه والحياه المجتمع المدني، نقل الانطباعات وطموحاتهم وكذا الى الرئاسه، وتقديم كل الافكار والمعلومات المطلوبه للرئاسه عشان اتخاذ القرار. ده في حد ذاته شيء عظيم. يعني كفكره طبعا، كفكره ان حضرتك الجسر او عفوا من الحركه الوطنيه، التيوب او الانبوب الذي يربط ما بين الرئاسه والقوى المدنيه والقوى السياسيه. بالظبط كده. حصل ده؟ حصل في مرحله من المراحل على قصر المدة الزمنية، لكن ما استمر للأسف. بالعكس واجتهدنا. يعني أنا عملنا انفراستراكشر، وأنا كاتب ده يمكن محدش كتير، لأن أنا بطبيعتي أحب يعني إحنا قعدنا 3 شهر من غير مكتب وشهرين بمكتب، ودي مهم. ولكن مش دي القضية إن إحنا حاولنا نعمل ده انفراستراكشر للفكرة وبناء يعني تحتي تصور وتصور، لأنه ده موضوع مهم. لأن كمان الواحد اكتشف انه الموضوع التحول الديمقراطي ده موضوع معقد جدا، وفي بلدان اجتهدت فيه زي اسبانيا على سبيل المثال. وانا سافرت اسبانيا وبالمناسبه وبدعوه من على حس هذا الموضوع،
ولم نكلف الدوله المصريه، عشان بس المسائل تبقى واضحه، وما خدناش بدلات سفر ولا حاجات من هذا النوع، لانه في دي حاجات مهمه، لان لما مشينا في بعض الناس اللي ابتدت تهاجم، انا ما اعرفش ليه، قال لك ده وفر المرتب، بس احنا كنا بندفع ضرائب على المرتب زي اي مواطن صالح، ولم نحصل على اي شيء اضافي او مزايا زياده على الاطلاق. ويمكن ما جاش الوقت، يعني انا سافرت كذا مره على حسابي بالمناسبه يعني، ودي مسائل عيب الواحد او ما يحبش ولا، لكن طالما وان ابتدى يبقى فيه نوع من لكن وسافرنا في اسبانيا يشهد على ذلك بالمناسبه، لما لقيت ان في حاجه خير لمصر نقدر نقدمه من التعلم من تجربه اسبانيا، وانت تعرف حضرتك تماما ما هو الموديل الاسباني، وعاملين مراكز متخصصه لدراسه الموديل الاسباني في ازاي تحول للديمقراطيه بعد الجنرال فرانكو في 75 الى يومنا هذا، في تشابهات كثيره ممكن تستفيد منها، نتعلم منها، فبدل ما نخترع العجله من اول وجديد نشوف غيرنا صابوا الخطا اللي وقعوا فيهم، ومش ننقلها بالمسطره بس والقلم، نستفيد نتعلم ايه الاخطاء والدروس المستوى. وانا هنا انا ده شغلتي، ده علم بقى، عشان ما نبقاش بتوع فهلوه، يعني علم نشوف الدول الثانيه، وادوني فرصه نحضر برضو ازاي اسبانيا اثرت في امريكا اللاتينيه من حيث كتابه الدساتير، فجات لي فرصه اطلع على دساتير البرازيل وتشيلي واكوادور وبوليفيا والارجنتين وكذا وكذا، وكلها ايضا مجتمعات تشابهنا بالمناسبه، من حيث اللي كانت دول ذات حكم عسكري تحولت الى مجتمع ديمقراطي وحزبي، دول ذات اغلبيه دينيه يعني تشابه مصر، يعني اغلبيه كاثوليكيه صحيح، بس اقصد انه في دين غالب الى اخره يعني. فاحنا جات لنا دي فرصه في وقت قليل جدا، وكله موثق بالمناسبة، على يعني أنا أحب أوثق المسألة بشكل أساسي، فكل ده موثق بتقارير وبتصورات وأفكار لإمكانية نقل مصر طيب. في المستقبل يعني. أنتم كنتم من الفريق الرئاسي، كان الحلم أن الفريق الرئاسي يكون الناصح الأمين والمستشار للسيد رئيس الجمهورية، يساعده في صناعة القرار، يشير عليه ويقدم له بدائل، وفي النهاية هو بحكم أنه على رأس السلطة التنفيذية بيتحمل القرار وبيختار ما يرى. هل تعتقد انه طريقة تركيبة المؤسسة انه هو في شكليا ستراكشر كان صادقا سواء الرئيس نفسه او المعاملين انهم القرار يصدر من الرئاسة بهذا الشكل، ثم جاءت ضغوط من الجماعة بحيث انه يكون في مركز صناعة قرار موازي أو سري هو اللي بيتخذ القرارات، فهذا التصادم ما بين هذا الاتجاه ما بين الجماعة وما بين مؤسسة الرئاسة، أصبحت الجماعة هي اللي بتاخد القرار مش المؤسسة الرئاسة. يعني أنا ما عنديش المعلومة الحاسمة التي تقول هل الجماعة تأخذ القرار، لكن الأكيد بالنسبة لي أنه في قرار بيتم صناعته بعيدا عننا، وان الناس اللي هم معنيين باتخاذه اللي هم مؤسسه الرئاسه ما شاركوش فيه. بالظبط كده، يعني اذا ما قلتش ان غيري خده على الاقل مش انا. بالظبط، ده القطعي، ده القطعي، مش انا، مش انا، وما اظنش الفريق الرئاسي ككل يعني، لانه احنا كنا عندنا ملاحظات من اول يوم حتى في الاشياء البسيطه، يعني مثلا توصيل الرسائل، يعني انا النهارده مثلا يعني في امور هامه تعرضنا اليها بنحاول نوصلها للدكتور مرسي، يعني حتى على مستوى الكوميونيكيشن، على التواصل، انك ممكن تبقى في مبنى واحد لكن مش قادر توصل، مش قادر اوصل له بسهوله، اذا في مشكله واحنا يعني واضحه تماما، يعني بتحس ان في somebody cutting you off، في حد بيقطع القناه المباشره اللي هي لازم تكون، يعني انت في ذلك الوقت مساعد رئيس الجمهوريه، يبقى لازم يكون خطوطك سهله ومفتوحه، تفتح الباب حتى وتخش، لان انا ما بطلبش خدمات شخصيه يعني، وانا قلت ده لانه حصل كم موقف وعبرت عنه بشكل واضح، وعبرت عنه بشكل واضح، لان انا بطبيعتي يعني ما انا مش جاي وظيفه، مش جاي اقعد اقرا جرايد او يبقى على الكارت بتاعي مكتوب يعني دكتور سمير مرقص مساعد يعني رئيس الجمهوريه وبس وخلاص، لا يعني انا قيمتي في مكانتي المعرفيه البحثيه، علاقاتي بالناس كرصيد كونته عبر السنوات، وانا كتبت هذه العبارات ايضا في الاستقاله، ان انا وظفنا هذا كله
من أجل الخير العام أو الصالح العام يعني. والناس كانت بتستجيب لما عملنا لقاء أو اتنين مع بعض الرموز الوطنية عشان نتكلم عن قضية التحول الديمقراطي وإلى آخره. الناس كانت بتستجيب بالرغم من الخلافات السياسية بين الإخوان. ما هو ده المفيد، إن من الممكن أن حتى في الدول مش بس بيبقى فيه قناة علنية، لا ده بيبقى فيه قنوات خلفية. يعني محدش يعرف انه رغم ان امريكا والولايات المتحدة الامريكية وايران طول الوقت في حالة صراع شديد جدا ينذر يعني عمليات حتى عسكرية، انه طول الوقت عندهم اجتماعات شهرية في عواصم اوروبية سرية تتم ما بين مسؤول امريكي ومسؤول ايراني. لازم يبقى في قناة، لازم الناس تتكلم. بالظبط كده، لازم تتكلم يعني. بصرف النظر هينتج عن، بس لازم نتكلم، لازم نكون بنكلم بعض بالزبط. لازم يبقى فيه تواصل بالزبط. فما بالك ان هذه هي وظيفتك والتايتل محدد المسؤول عن التحول الديمقراطي. انا برجع اكررها كتير لانه هو ده. وانا الحقيقه يعني كنت انا صاحب الاختراع يعني ما اعرفش بقى لحسن الحظ ولا للاسف، بس انا كنت صاحب الاختراع وكنت واعي بالفكره نفسها ومتحمس ليها جدا. وعاوز اقول انه بالفعل يعني عشان اكون فير يعني او عادل يعني انه 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 ترك لنا حريه الحركه الحقيقه يعني عشان نكون امناء يعني نكمل الصوره. ولكن يبدو حريه الحركه اللي هي يعني انه يبقى فيه رصيد ولا حاجه لكن ما يترجمش. حضرتك قدمت الاستقاله للسيد الرئيس. ايوه فاهم. واخد بالك كيف استقبلها؟ لا هو الحقيقه يعني برضو للامانه الدكتور مرسي شخص ودود جدا محترم جدا كادر سياسي مهم وذكي وبيتعلم ويعرف قيمة وأقدار الناس. خليني أقولها بشكل واضح كده. يعني يعرف من هو فلان ومن هو علانية. وهو يعني مناقشني يعني هو مناقش هو اتكلم عن مبررات لاتخاذ القرارات وأكد على فكرة إن هو يحب إن أنا أستمر معاه وحريص على ذلك. وقال بعض الأمور اللي هي يعني ما لا يصح إن أنا يعني كمديح لا يصح أقولها. وأنا أقدر هذا وأثمنه تماما يعني. ولكن أنت تعلم في مثل هذه الأمور الفارقة يعني الجانب الإنساني والعلاقات الإنسانية والتقدير الذاتي والشخصي يعني كأنك بتقول إحنا الاثنين اتفقنا أن إحنا هنركب سيارة مع بعض رايحة اسكندرية، فأنا شايف دلوقتي أن السيارة رايحة أسوان، فبقولك لو سمحت أنا عايز أنزل. بالضبط كده كده يعني ببساطة. رغم انه رغم محبته طب ما تيجي معايا اسوان ونرجع اسكندرية مع بعض. يعني تقول له لا حضرتك يعني مع احترامي الشديد رايح في سكة غير السكة اللي انا كنت متوقعها. بالمعنى ده بالظبط كده يعني بنحاول نبسطها للناس. بالظبط كده كويس. بالظبط كده. وخليني اقول برضو نقطة يهمني انه هو الحقيقة كان من الذكاء انه ابني كما انا، بمعنى انه هو يعلم مثلا موقفي من التأسيسية. انا كنت عضو في التأسيسية واعتذرت منذ اليوم الاول. فيعلم موقفي من التأسيسية منذ اليوم الاول. كانت في مفاوضات للعودة. لكن حضرتك كان عندك ملاحظة على طريقة التشكيل. على طريقة التشكيل اللي محدش بيقرب منها. طريقة التشكيل. وامبارح حضرتك حتى في الحوار انا تابعته بعناية. حاولت يعني نقول انه انت ما تقدرش تبتدي شيء من الاول بشكل غير ديمقراطي وبعدين تطلب التصويت عليه من خلال ادوات ديمقراطية. بالظبط كده. هي دي القضية. القضية يا فندم انا طبعا بشكر اللي اختاروني سواء في التأسيسية الاولى او في الثانية وبقدر هذا. لكن انا رفضت فكرة تقسيم مصر اللي تم التعبير عنها في اللجنة اسلامست ان نون اسلامست، اسلاميون ولا اسلاميين. انا رافض الفكرة في ذاتها. واخد بال حضرتك يعني لان المنهج مش صحيح غلط. بغض النظر عن انه في انتصار سياسي برلماني بيجيب اغلبية انا على عين راسي. فهمت ان حضرتك مؤمن بانه زي ناس كتير ممكن يكونوا من المفكرين السياسيين مؤمنين بانه صناعة الدستور او صياغة الدستور ليست بالغلبة بالزبط. ولكن بالتوافق. مهما كان انت حزب عندك 95% واخرين عندهم 5%، لما بنيجي نعمل دستور احنا ما بنعملوش بالاوزان النسبية. بالاوزان النسبية بالزبط. بس الدستور الاسباني الانتخابات تمت وفي حزب خد اغلبية واحزاب اخرى كثيرة. لما جم يعملوا لجنة الدستور عملوا لجنة اسمها لجنة السبعة او لجنة رعاة الدستور او اباء الدستور. خدوا من كل حزب من اللي مثل في في البرلمان شخص واحد. ان شاء الله لو كان الحزب ده واخد انصاره 10 مليون او 100 ألف. بالظبط كده.
هو بقى بيجتهد يختار افضل عنصر عنده، دي حاجه تخصه واخد بال حضرتك. وفي السبعه، لجنه السبعه دي وكان فيها بقى من الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي ويسار الوسط والكتالونيا الاقليات القوميه والباسك. المهم ان كان في تمثيل النوعي اللي يضمن ان اسبانيا كلها تبقى ممثله في لجنه الدستور بغض النظر عن لان الدستور. ما هو احنا هنا عايزين نوضح انه الاحتكام للغلبة العددية او الصندوق بالغلبة العددية انه دايما بيتقال ما هو العالم ارتضى ذلك، هذا يتم في عمليات تصويت على القوانين، او المشروع في الانتخابات، لكن في الدستور عملية مختلفة. دي النقطة اللي عايزين نوضحها. وبعدين هي القضية ايه، ممكن اقول حاجة تخفف شوية. اتفضل. طيب فضل. يعني انا فاكر في ندوة، في ندوة كنا في 2007 وقت التعديلات الدستورية في 2007 لأول مرة المادة الاولى يبقى في صدر الدستور المصري مبدأ المواطنة. واذكر في هذه الندوة احد اساتذة القانون المهمين يعني، وكان في الحزب الوطني في ذاك الوقت، وقال يعني الموضوع اتحل خلاص، حطينا مبدأ المواطنة في الأول واللي عاوزين الشريعة في المادة الثانية وخلاص. فكل واحد بقى ايه، فأنا حتى أنا كنت في الندوة دي متكلم، وكنت في الجلسة وهو بيعقب على كلمتي، فقلت له يعني كل واحد يخلي باله من مادته، يعني بالمعنى ده كل واحد يخلي باله من مادته، ما هكذا الدساتير، ما أنا لازم أبقى مرتاح من المادة الثانية. لا، لأن في كمان اسمها القراءة الكلية للدستور، مش مادة مادة. لأنه في الآخر هو لازم يكون سياق واحد، يعني بقى نحط مادة، لكن ادي كل واحد الحتة اللي تريحه. ده ما يبقاش دستور يا فندم، ده ما يبقاش دستور، سميه أي حاجة، ورقة أي حاجة، لكن كل واحد يخلي باله من مادته دي، ده ما مش دستور. ده بقى مصر تحولت إلى يعني بتوع العمال والفلاحين احنا رمينا لهم مادة، ودول رمينا لهم مادة تريحهم. طب انتوا قلقانين ليه وزعلانين؟ لانه زي ما حضرتك في فلسفه الدستور، انا مش بتاع قانون دستوري، بس انا بقى لي سنه بقى بذاكر في الحكايه دي، يعني جبت مراجع وقعدت اجتهدت على قد ما قدرت، فلقيت ان في حاجه اسمها فلسفه الكتابه الدستوريه، لازم في فلسفه تحكم الكتابه الدستوريه وتربط بين المواد وبعضها. وهنا بقى في الحوار، يعني مثلا لما تيجي تدرس التجربه الاسبانيه حضرتك، تلاقي انه 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 بتاع الحزب الشيوعي هو بيهمه ايه؟ العداله الاجتماعيه، كذا، التأمين بتاع. فهنا التوافق بيتم ازاي؟ بيقول له ايه، هنقبل الطرف اليميني مثلا بيقبل العدالة الاجتماعية في مقابل ان الحزب الشيوعي يقبل فكرة مثلا ايه حضور، لكن ما يكون في تناقض، لانه مش معقول اليميني اللي هو بيؤمن بالاقتصاد الحر هيوافق على التأمين. بالظبط كده. هو هي دي القضية. هنا بقى النقطة. يعني هنا التنازلات في ايه؟ ان انت سقف مطالبك العالي قوي، انت بتقول انا هقبل بالمينيمم في مقابل ان الطرف الاخر يقبل بالمينيمم، فنلتقي في نقطة، فانا بؤمن بمبادئ الشريعة شريطة انه احترام كافة الحقوق الاخرين كده. انما لما تصعبها عليا قوي كده، وبعدين الموضوع معقد على عكس ما بيتم. انا راجل اشتغلت في الحوار الاسلامي المسيحي وافهم في هذا الكلام كويس. المادة 219 واحنا نبهنا ليها مبكرا، وانا اتحدى، قول لي اي اتنين يتفقوا على الاراء المعتبرة في، ما ينفعش، يعني ما ينفعش، هنخش في مساحة خطر. ولذلك اللي بيقول لك انت قابلت المادة التانية، انا قابلت المادة التانية كمظلة عامة للبناء القانوني الحالي. ما هو برضو بعض الفقهاء بيقولوا انه الدستور مش كتالوج، يعني ما فيهوش مواد تفسيرية، هو مبادئ عامة، القانون ممكن يبقى فيه كده. اول حاجة بقى ما دي بقى الثقافة الدستورية، معلش انا في مدرستين، في مدرسة يقول لك الدستور القصير وبالتالي نكتب القوانين على مهلنا بعدين، ده صحيح في الموجة الاولى من الدساتير، يعني امريكا زي ما حضرتك عارف طبعا هم 12 كم بس كم تعديل حصل بعد حصل كده، بعد كده بقى مئات الصفحات. الموجات الدستورية اللاحقة لما بقى في دول زي الهند معقدة جدا بأقلياتها بدياناتها بكذا، ما ينفعش تقولي دستور قصير مع الهنود او البرازيل، ما ينفعش حضرتك تقولي دستور قصير، ولا اليابان، ما ينفعش تقول لي. ما انت مش بتكتب دستور للدستور، انت بتكتب دستور لطبيعة مجتمع. بالظبط كده. فاحنا ولذلك واحدة من الفخاخ اللي في الدستور الحالي ان كثير من الامور محالة الى قوانين لاحقا. وانا هنا بقول ده لما نكون مجتمع
خاض مسيرة من المسار الديمقراطي. بعدين إذا قوانين لاحقة في المجلس التشريعي ومن 6 شهور ثبت لدينا أنه الأغلبية للمجلس التشريعي مع تيار الإسلام السياسي، فأنت بتحيل ده تؤجل موازين القوى في الواقع. ولذلك وإحنا قاعدين بقى نحط دستور، تعال بقى يا أستاذ أنت بتقول لي قامة الشعائر الدينية هتعملها لي إزاي؟ مش لازم أحط قانون تفصيلي بقى. الهند عاملة كده حضرتك؟ طيب. ده بيدفعني النقطة اللي هي الدعوة اللي تفضل بيها السيد نائب رئيس الجمهورية المستشار مكي، قال انه يعني وكأنها مبادرة منه انه طيب نتفق على وثيقة على النقاط المطلوب تعديلها، ثم نأتي في اولى جلسات المجلس التشريعي ونشوف ازاي نغير. هل حضرتك تشوف ان ده مخرج ام ممكن يصدر ازمات اكبر؟ لا لا، انا يعني مع احترامي طبعا مستشار مكي، بس كانك تقول اقبلوا الاعلان الدستوري كما هو. وانا بقول قانون الاعلان الدستوري عشان نذكر الناس مع قانون حمايه الثوره، وهو قانون خطير. انا ما اقدرش قانون حمايه الثوره اخطر من قانون الطوارئ. ايه اللي اخطر فيه يا فندم؟ ايه اكتر حاجه استفدت منها؟ اولا وانا كده فكره بناء جهاز قضائي موازي للجهاز القضائي الحالي. دي مساله خطيره جدا يا فندم، دي خطيره جدا. وما اعرفش السلطه القضائيه واعيه بهذا الامر ولا لا. وانت عارف يعني ايه تنشئ سلطه قضائيه موازيه للسلطه القضائيه الحاليه؟ مساله خطيره جدا، واخد بال حضرتك؟ وهنا بقى هتتحكم اشياء كثيره جدا. اذا كان التيار السياسي اللي هو زي ما المشهد اللي شفناه النهارده، طب انا يعني من هو بقى اللي مضاد للثوره؟ ما هو في بقى كلام النهارده في ثوره مضاده. طبعا في ثوره مضاده، كل الثورات في الدنيا. ومن هو بقى تعريف الثوره؟ نعرف ما هي الثوره المضاده، ومن هو اللي مع الثوره، من هو؟ هل اللي يبقى مع الثوره ضده يبقى هو اللي مش في الحكم، واللي في الحكم يبقى مع الثوره؟ طيب احنا شفنا مشهد امبارح والنهارده، مين اللي مع الثوره ومين اللي مع الثوره المضاده؟ سؤال مهم. ده سؤال يعني، سؤال مجرد مهم. سؤال، هل اللي خلوها سلميه بالامس ولا اللي حولوها الى عنف اليوم؟ ده سؤال. وانا لا ادين احدا بالمناسبه، ربما يكون اللي استخدم العنف طرف ثالث، ربما ما نعرفش. لكن في النهايه انت بتحطني في مساحه اللي هي عانينا كلها، اجيالنا كلها عانت منها. حضرتك احنا في ناس ولدت وعاشت وماتت تحت مظله قانون الطوارئ. لما جيت حضرتك كتبت الاستقاله دي، كنت شايف ان هناك تداعيات اكبر من مجرد الاعلان؟ طبعا. يعني شايف ان احنا هنوصل الى مرحله تصادم سياسي يمكن لا قدر الله كانت تصل بنا الى عنف الشوارع اللي احنا واصلينه؟ كنت شايف الصوره طبعًا دي؟ طبعا. طب كان مبررات احساسك ايه يعني؟ انت شايفها ده حسب الكتالوج يعني، انه لما بيحصل كذا ثم ينتهي كذا يعني في العالم، لما توصل انك انت تاخد قرارات بهذا الشكل يحجب او يمنع قوى اخرى من انها تتحرك وتحاول تحزمها بشكل قانوني، انه ده هيرفض وده هيرفض، فالتصاعد يزيد فنوصل لعنف الشوارع. بالظبط، هو ده الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. احنا قدام مصرين، مصر ومصر، قدام فسطتين اذا استخدمنا التعبير الاسلامي، قدام معسكرين سميه كيفما شئت. هل مصر ممكن تكمل بهذا الشكل؟ يعني هل مصر ممكن تكمل برؤيتين متناقضتين وبدون وجود اليات ضامنه للحوار وللتواصل وبناء الجسور؟ طب كيف هذا؟ يبقى احنا داخلين على مشكله حقيقيه، مشكله لا يعني مش هيحدث فيها التقاء. وبالتالي كنت اتمنى ان الحزمه بتاعت القوانين دي يعني تمارس بشكل مختلف. كان عندنا حلول وبدائل كثيره، حلول وبدائل كثيرة. أنا ما أعرفش ليه إحنا انحزنا للحلول الجذرية. هل كان في خطر؟ طب ما أشرك الناس في الخطر، وأشرك القوى الوطنية في الخطر، تعالوا معانا ونقعد ونتكلم، في خطر بيهدد مصر ونشوف هنحل إزاي. يعني مثلا كنت تتخيل السيد الرئيس يجمع كبار مستشاريه ومجموعة من الرموز الوطنية، رموز لا وقبل كده أو يبقى حواليه مثلا رئيس جهاز المخابرات العامة، وزير الداخلية، وزير الدفاع، يا جماعة هناك مؤامرة، وارد ان يكون، وهذه المؤامرة
المعلومات فيها كذا 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 كذا، نريد أن ندقق المعلومات اللي فيها، نتأكد أن بالفعل هناك مؤامرة، كيفية التعامل معها في ظل القانون، هل تتخذ، هل القانون كافي أم لابد من إجراءات استثنائية، وإذا كان لابد من إجراءات استثنائية يبقى كيف لا تكون مكبلة للحريات وتكون في حدود ونطاق الموضوع. دي كلها واردة يعني. وهل النهاردة ما حدث ألا يسهل المؤامرة؟ أنا شايف هو السؤال اللي هسأله لك الأصعب. في كان مخاطر صبيحة، لو افترضنا كان مخاطر صبيحة ما قبل اتخاذ قرار الإعلان الدستوري، نقول المخاطر دي حجمها مثلا 50 نقطة، 50 نقطة مخاطر. السؤال النهاردة وانا بتكلم مع حضرتك حجم المخاطر قد ايه؟ زاد ولا قل؟ بس ده السؤال، انت شايف ايه؟ يعني الشارع الصورة يعني لا يعني من 50 نقطة تفتكر لا احنا لا يعني اظن تضاعفت 5-6-10 مرة، يبقى بحساب الارباح والخسائر بالظبط، كوست بنفيت اللي احنا يعني في الاقتصاد وفي علم السياسة، انه القرارات الاخيرة عرضت شعبية السيد الرئيس ومقام الرئاسة ونظام الحكم وجماعة الإخوان إلى مخاطر أكبر. بالضبط كده. فبمقياس النجاح والفشل هذا ليس مشروعا ناجحا. بالضبط كده. يعني النتيجة واضحة. طيب. النتيجة واضحة. يعني. لو أنت ناصح له، إذا أتيح لك يعني رفع عليك سماع لك دكتور في أزمة، نخرج ازاي؟ تقول له يعني انا كنت اتمنى، اذا كنت بتكلم 2-3 فاتوا كنت اتمنى انه يبقى في آلية تواصل بجدول اعمال هو يضعه، لا يتركه للاخرين، يضع هو جدول اعمال او مبادرة او اتنين او منه هو شخصيا، منه هو شخصيا. وانا قلت هذا الكلام، قلت ويدعي الرموز الكبيرة ده، برادعي، حمدين، يعني ايا كان مين، استاذ عمرو موسى، عمنا من فتوح، ندعو مجموعة اللي هي يعني باين انه الفترة الاخيرة هي الناس اللي تقدمت للرئاسة او ليها عليها تراضي، ليها تواجد في الشارع، لان كل دول من كم شهر، من كم شهر كان ليهم ملايين صوتت ليهم. بالزبط. فهناك ما يثبت ان لهم رصيد في الشارع. بالظبط كده. تعالوا يا جماعة، شريطة مش للسمع فقط منهم، شريطة ودي مهمة، تعالوا نحل سوا، انا معايا مبادرة، ايه رأيكم؟ او 2 أو 3، هذا هو حجم المعلومات المتاح اللي اقدر اوفره لحضراتكم، كذا وكذا وكذا. امسك قلمك واكتب لي ملاحظاتك عليه، هنعمل ايه. كويس. وهنا ويبقى بمبادرة منه، يعني عشان ما يبقاش المسألة انت شفت الوضع دلوقتي انه تم خلق امر واقع بشكل تصعيدي. لا لازم، انا بأمل دايما انه يبقى دايما في نوع من انواع التواصل الحواري بشكل او باخر. طب دلوقتي هل احنا وصلنا لمرحلة انه الرئيس بالشكل اللي وصلنا له لا يستطيع ان يتراجع والمعارضة لا تستطيع ان تتراجع؟ لازم طرف ثالث، نيجي للطرف الثالث بقى. بس هنا يبقى طرف ثالث ايجابي بقى. ايجابي. بالمعنى الايجابي، مجموعه من رموز الامه اللي عليها تراضي، اللي مش غير انا في العمل السياسي ربما. هنحط بعض المعايير. لكن مرجعيات، استاذ هيكل مثلا، طارق البشري، شيخ الازهر، شيخ الازهر طبعا، البابا بدر يعني طبعا هو النهارده بيصلي من اجل مصر، وانا عجبني الحكايه. يعني كنا بنتكلم دلوقتي بره، بيصلي من اجل مصر، وهنا ما هوش طرف في اللعبه السياسيه لكنه قلقان على مصر، حريص عليها. وانا فهمت ان فضيله شيخ الازهر عمل مبادرات مع الرئاسه، انه بيقول له ارجوك فكر. دول مش غرقانين في العمل السياسي، مش اطراف، ومش اطراف في اللعبه السياسيه بالمعنى المباشر. وبالتالي ربما يكون ان الاوان ان حضورهم يبقى مفيد، بمعنى اليه بناء جسور في لحظه الازمه. اكيد في حلول، اكيد في حلول، وخاصه اذا لقيت ان السلطه القضائيه النهارده في مشكلة مع السلطة القضائية، مستنفرة وتشعر بحالة اعتداء عليه. وانا هنا بتكلم الحتة اللي بتستوقفني، لازم نتعامل مع، ما هو الدولة لها مقومات، اي دولة في العالم، معتز مش معانا النهاردة بقى عشان يشرح لنا مقومات الدولة. فمقومات، في حاجة اسمها السلطة القضائية. اذا انت النهاردة حدث مشكلة او شرخ في السلطة القضائية،
ما دي احد ادوات ومقومات الدولة، مقومات من ناحية واداة من ناحية اللي انت بتحكم بيها، واخد بال حضرتك؟ اذا في جهاز الشرطة النهاردة يعني مع وضد بشكل لا لا مش قادر، عاجز حتى او عاجز لانه في النهاية خايف انك تاخده للمحكمة. بالظبط كده. والجيش قال لك انا قاعد في سكناتي واحنا قلنا للجيش والمخابرات تم اتهامها ان هي مخابرات العامة متورطة، فكده كل واحد قال لك طب خلاص انتوا بقى اعملوا اللي تعملوه واحنا قاعدين في لو ده بقى امتد الى مساحات المهنيين والعمال وكذا. طب ما هي مقومات الدولة هنا التي سوف تحكم، التي هي مصدر الشرعية، جزء من مصدر الشرعية، مش كلها طبعا. فاحنا كنا عايزين نسخة النظام، دلوقتي بنسخة الدولة، فاذا في مشكلة خطيرة. وبالتالي انت قدام يعني لا في مسؤولية، حتى لو المسألة يعني النص الدستوري اذا كان ده هو اللي هيجن يعني هيحرق مصر يعني 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 مش كلام مقدس يعني مش كلام مقدس، مع احترامي يعني مع احترامي الشديد، وفي هنات كثيره. فاوعى تصدق اي حد يقول لك ده احسن، في حد بيقول ده احسن دستور في العالم؟ محدش بيقول كده، بيقول ده اجتهدنا وحاولنا. طيب الى اخره. لما يجي يقول لك بس انا والله لازم الجا لتاريخ يوم 15، لانه في الاعلان الدستوري الاول قال لك 15 يوم بعد تقديم المشروع، ترد عليه تقول له طب المخرج القانوني ايه؟ ما هو هو يملك انه يعمل اعلان دستوري جديد، يقول انا بمدها شهرين. ايه المشكله؟ وبفتح حوار وطني واسع للنص الدستوري. نص الدستوري يعني ايه المشكله؟ يعني ممكن في اشياء كثيره ممكن في ممكنه ونستعيد دستور 71. لكن حضرتك شايف انه الموضوع دخل في كرامه وهيبه الحكم وكرامه وهيبه المعارضه، واي حد لا يريد ان يبدو وكانه المهزوم، بينما في حاله اراق الدماء في الشارع مفيش منتصر ومهزوم. لا 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 انت اراق الدماء مع في مسؤوليه وطنيه. انا لو بحكم انا بحالف القسم على سلامة الوطن والوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية بالمعنى الواسع للكلمة، ها أنا ما عنديش أي مشكلة. هذا الوطن لابد نحافظ على وحدته. وعلى فكرة إذا الرئيس، أي رئيس اتخذ مثل هذه القرارات في مثل هذه الظروف، تعالوا شعبياته ما تنخفضش. أنا أظن هذا. طيب إذا خد القرارات دي، هنا بقى السؤال، تفتكر هيكون موقف الجماعة منه إيه؟ يعني إذا جلس مع نفسه مع ضميره لوحده وطلع عمل خطاب هم ما اطلعوش عليه، ما حدش عارف هو هيقول ايه، وطلع قال طب يا جماعه انا استجابه للراي العام انا بعيد فتح الموضوع تاني. انا لو هو دلوقتي عنده شارع وعنده الجماعه، صحيح، وهو عشان نقيم تقييم علاقات قوه، يعني هو الرجل ما بين قوتين ضغط. بس ما هو يعني ما احنا يعني هل هو السؤال برضو هل الجماعة تبقى على حساب الوطن؟ يعني سؤال لما لا السؤال عشان احنا دايما كمان لازم نقوله انه من حقه انه يكون مع شعب مع حزبه، هذا هو الذي صعده، وفي الدول كتيرة اوروبية هو الحزب له اهمية كبيرة على الرئيس او رئيس الوزراء او مستشارة المانيا او اي حد بيبقى موجود، انه في النهاية هذا هو الحزب الذي انجحه وله حق عليه، كويس، من غير حتى الجانب الروحي او الجانب اللي هو له علاقة بطريقة تركيبة الجماعة نتكلم عليها، لانه حزب سياسي، هذا هو حزبه، هذه المجموعات من الناس التي وقفت بجانبه واعطته صوتها، ولولا ما بقي رئيسا، كويس، فاحنا لينا عليك حق ودي رؤيتنا، كويس. في اوروبا وفي الدول المتقدمه اذا كان الرئيس موقف حزبه يتناقض مع موقف المصلحه العامه الشارع، يعني مثلا جاء الرئيس الفرنسي وحزبه كان عايز، فاكر قضيه ساعات العمل في فرنسا اللي حصل مظاهرات عليها، بيعمل ايه الرئيس؟ يعني ما احنا مش مختار، احنا مش اول دوله الحزب الحاكم او المجموعات اللي هي صعدت الرئيس ممكن تكون بتضغط في اتجاه، بينما الرأي العام يكون جزء كبير منه رفضها. ما هي دي القضية يعمل دي ايه؟ القضية اذا حصل اختلاف، احنا مش مختلفين حوالين وجهة نظر حوالين حل مشكلة البطالة. فانا حزب وبحكم وانا مصر على رؤيتي، خلاص صر على رؤيتك معك وزارتك وجرب 4 سنين ونشوف،
مش كده برضو؟ احنا بنتكلم في حاجة تانية، احنا بنتكلم عن سلامة الوطن، بنتكلم في العقد كمان اللي بينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الباقين. الحزب الحاكم هنا مسؤولية دوره فيما يتعلق بالسياسات العامة في قضايا الحياة، إن هو يجب الحزب الحاكم، يعني قصدك انه يفكر على انه جزء من كل وليس الكل. بالظبط كده، هو مش بيحكم، معناه انه بقى مفوض من في كل شيء بما فيها الامن القومي وسلامة الوطن. ما هي دي الإشكالية، هي نفس إشكالية الدستورية. انا كسبت في الانتخابات فمن حق اضع الدستور الذي اراه. لا يا استاذ، الموضوع مش كده. من حقك تبقى مع الباقيين تضع معاهم الدستور الذي نراه. نفس الحكاية، انت مش بتحل مشكلة ساعات العمل اللي هي من ما هي برضو ما مصر تعرضت لمشكلة عشان موضوع ساعات العمل من شهر، مش كده؟ اللي هي فكرة السهر واغلاق المحلات وكده، دي قضية. طب والوزارة عملت ايه في النهاية؟ جابت اصحاب المصالح، مش كده برضو؟ أيوه. والغرفة التجارية وما عرفش ايه، ووصلوا لصيغة ما، يعني في حتى في الحاجات اللي نازل النوع في آلية حوار. ما بالك في قضية، دي قضية امن وطن، سلامة الوطن بتتهدد. انت هيحصل نوع من التفكيك الناعم او الـ 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 المساحة اللي بين المصريين وبعضهم البعض، بقى فريق محسوب على سين وفريق محسوب على صاد. طب وده بلد ايه اللي هتديرها بهذا الشكل؟ يعني اي بلد اللي هتدار بهذا الشكل؟ تعتقد انه القوى الليبرالية تستمر في مخاصمة الرئيس ام تسعى وتتجاوز فكرة الايجو وتسعى الى فتح قنوات معه؟ لا، في مسؤولية وطنية. احنا دخلنا النهاردة في شهداء وفي قتلى وفي جرحى. انا اظن ده يتوجب نوع من انواع الحوار، لازم آلية حوار تبقى ووساطة، يعني المعارضة تبقى كبيرة. لما تيجي تقول له تعالى انا احنا جايين لك بكره الصبح لانه عايزين نقعد معاك لان القضيه اخبر مني ومنك. الموضوع دلوقتي تجاوز دلوقتي وبقى في حاله رعب. المشاهد اللي حضرتك بتشوفها دي انا بشوفها يعني اثر ده في عائلاتنا واسرنا والناس وفي العالم النهارده. طب النهارده العالم ايه الرساله اللي عاوز توصلها يعني؟ وبعدين يجب ان الفت النظر هنا، ما بتكلمش بشكل طائفي، بس اذا كان بيقول لك اذا كان ده مسلمين بيعملوا كده في مسلمين، يبقى احنا في القرى او في كذا او في كذا اللي فيه اقليات مسيحيه هيتعمل فينا ايه؟ ما هو ده كمان ده كلام، ده تخوف وممكن يكون مبالغ فيه. ده صحيح، لان اللي بينزل يشتبك مع حد او الاثنين بيشبكوا، ما حدش بيبقى عارف مين مسلم ومين مسيحي، لكن ممكن بقى في الحاله دي يكون توجيه العنف ضد مسيحيين. بالظبط، وقد حدث وبيحدث، وممكن يبقى تم توظيفه في تأجيج القصه اكتر. اذا انت قدام مسؤوليات، وده مش عيب. انا النهارده لازم يعني اتحمل مسؤولياتي. مصر بتفك زي يعني النهارده عبد الناصر في نكسه 67، النهارده مش راجل طلع واجه الناس بنفسه، ايا كان بقى كان ناس في التاريخ بقى بتمثيليه، مش ماليش علاقه انا بالقصه، لكن دي. الخطاب كان واضحا انني اتحمل مسؤوليتي كامله، وده مش عيب. وقال لك ولذلك اريد ان اشارككم معي في قرار اللي هو انني اتخلى نهائي بشكل كامل عن كافة مسؤولياتي واعود الى صفوف الجماهير. مش كده برضو؟ ده كان نص واضح يعني. لا انا مش عاوز لا يرجع اي راجل، بس ممكن يرد عليك حد من الاخوان عشان ما حدش موجود، ان كانت هزيمة وكانت نكسة، وما قام به الرئيس هو الحفاظ على الدولة من التعطل ومن التفكك، وانه الرئيس كانت لديه من المعلومات ان هناك مؤامرة تدبر بالليل. يشارك الجماهير، يشارك الجماهير، يقول للناس في حدود ما يعني ما لا يخل بالامن الوطني. ها، يقول للناس، يبدا الاول بسرد ابعاد المؤامره او ما يراه او تعطيل للدوله. ولذلك انا وبعدين لازم جماعته تساعده كمان. يعني هو انا عايز اتكلم، وانا بتكلم بشكل وطني على الارضيه الوطنيه الواسعه. يعني ما هو لازم كمان الجماعه تبدو كمان منها مش متشددة بهذا الشكل، وبتحاول تقدم أفكار مبتكرة وبتتواصل. ليه لهذه الحدة؟ ومش مبرر ان الطرف الاخر حاد. يعني انت في الحكم خلاص. السيد نائب رئيس الجمهورية قال انه بعض المتحدثين باسم الاخوان المسلمين اساءوا للجماعة وللرئيس وللتجربة. قال كده. ما هي الشطارة مش انك تصل الى الحكم. ليست هذه الشطارة ولا المهارة. وانا على فكره، وانا قلت كنت بقول دايما ومع الاجانب لما سافرت، انه الدكتور مرسي رئيس منتخب، شئنا او لم نشأ رئيس منتخب لديه شرعيه الانتخاب ب 52%. لانه كمان لما توصل لفكره اسقاط النظام، خلينا نمشي مع الفكره دي، انه
امتى يوم 25 يناير كان عندك رئيس، ثم يوم 11 فبراير عندك مجلس عسكري، ثم يوم 30/6 كان عندك رئيس منتخب. ما ينفعش كمان هتيجي تسقط رئيس بعد 150 يوم فيبقى عندك نظام رابع، يعني اربع انظمة في 24 شهر. ده بيوصلني لايه؟ انا دلوقتي ما بتكلمش انا مع او ضد، انا بكلمك في حالة يعني النظام ده والدولة دي وتركيبة البنية. انت عمال تهز في بناء الدولة وبترجه مرة يمين ومرة شمال ومرة وسط ومرة بارتباك ومرة باحلام ومرة بافكار ومرة دلوقتي بالدم في الشارع. صحيح، انا موافق طبعا. انا على حاجة في الجنب، طبعا لو كنا دارسين النماذج الاخرى كنا نعرف انه ازاي اسبانيا قللت الخسائر بعد موت فرانكو في عملية الانتقال. عملت ايه بقى فن؟ عشان لا يعني عملت النقاط صيغة يعني. عملت صيغة اهم ملامح الصيغة دي، نقطة محددة، عملت صيغة في الانتقال قبلت ببعض الشخصيات المحسوبة على نظام فرانكو. مش عايز اخش في معركة الفلول وغير الفلول، بس انا بقولها بشكل علمي يعني، انه بانه يعمل مجموعة من الاصلاحات تبقى مقبولة. مفكره بشكل براجماتي مش بشكل ثأري. بالظبط كده. ويبدو يمكن هل الذهنيه الغربيه، هل ايموشنز او احنا لاننا انا هقول لك نقطه قد تبدو فلوليه، لكن دلوقتي انت منافسك هو كان الفريق شفيق، اخذ من الاصوات فوق ال 11 مليون ولا انا بالظبط 11 تقريبا 11 مليون كويس، 48.5%. طب الفريق شفيق موجود دلوقتي في ابو ظبي او الامارات، وانت الدولة او الاجهزة الرقابة او النيابة بلغات متقدمة فيه، لكن عنده حزب، عنده ستراكشر، دول حوالي 11 مليون، سميهم معارضين، سميهم فلول، سميهم زي ما تسميهم، لازم يكونوا جزء من عملية الكونسنسس، فكرة التراضي اللي هو موجود، لانه السياسة حسب فهمي هي اشراك كافة الاطراف واحتوائها داخل اللعبة. هتيجي تقول طيب الاستاذ عمرو موسى متهم بكذا، والبرادعي مع الحفاظ على الالقاب متهم بكذا، وده خارج اللعبة خلاص، فانا دلوقتي عندي قرابة 20-25 مليون انا مش هتعامل معه. هل ده ممكن؟ ما هي دي مشكلة. بالظبط، دي كتل تصويتية، بصرف النظر بالزبط. رأيك فيها ايه؟ بتحبها بالزبط. بتكرهها؟ وانتخابات الرئاسية انا كنت كتبت وقلت كذا مرة، الانتخابات البرلمانية لم تكن معبرة عن الخريطة السياسية المصرية، وشوف تدرج التصويتي من الجولة الاولى في الانتخابات البرلمانية لغاية الجولة الثالثة ثم انتخابات الشورى كان شكلها ايه. لكن اللي كان معبر عن الخريطة السياسية المصرية حقيقة هي الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن موقفك او موقعي فيها او حد. الخريطة كانت كده بالظبط، هي دي عبرت عن مصر بتكويناتها الجديدة باجيالها الشابة، صوتت فين وراحت فين وجت منين الى اخره، وكانت معبرة في نتيجتها النهائية ايا كان رأينا، ان فعلا ادي كتلة التيار الاسلامي all and all، ودي الكتلة الاخرى بغض النظر هي متكونة من ايه. لان كمان لازم نعلم ان حتى الدكتور مرسي جيب بعض الاصوات الثورية، يعني في جزء من الكتلة الثورية راح للدكتور مرسي. على اي حال احنا كان عندنا خريطة، لازم تراعي هذه الخريطة، ما ينفعش تقول انا بتاع العشرة مليون دول، طب والباقيين هيعملوا ايه؟ طيب وهي بتوري لك ان مصر كما لو كانت فعلا مقسومة نصين، وده لازم كان يبان في النص الدستوري، وكان لازم يبان في التعامل اليومي، الإدارة السياسية اليومية، انه انت مش هتقدر تختطف دولة بانك تجيب، زي ما كان بيحصل ايام حزب الوفد زمان، لما حزب الوفد يبقى في الحكم فيجيب رجالته في الوزارة، وبعدين مشي حزب الوفد وجي حزب الاحرار الدستوريين فيروح ممشي الوفديين ويجيب يقتص من دول، ونفضل في هذه الدائرة. دلوقتي ما ينفعش الموضوع اكتر تعقيدا. يضاف الى كده ان الحقيقة احنا لان ما بنشتغلش بعلم وما شفناش الدنيا التانية ماشية ازاي، انت الحقيقة في المراحل الانتقالية لازم تشتغل بكل الادوات اللي عرفتها العالم، يعني موضوع العدالة الانتقالية
ليه ما تعملش؟ وكنا سامعين انه الرجل الفاضل المحترم الدكتور محمد سليم العوا كان هيمسك الملف ده. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا ما اعرفش الدكتور العوا طبعا عشره واعرفه كويس يعني، هو يعني عنده ظروف يعني خاصه كده تمنعه، فيبدو يبدو لي انه كان منشغل بيها يعني. لكن انا اعرف انه لو كان حاجه زي كده حصلت ربما كانت تعمل زي نوع من الترطيب للمسائل. اصل ايه فكره العداله الانتقاليه؟ انه انك بتحاول تعالج ضحايا المرحله السابقه، وكمان ما تراعي انك ما يبقاش في مزيد من الضحايا. يعني سواء باحكام ضد ناس متورطين بس تكون بزياده، يعني واحد تورط في ظلم حد في الفتره السابقه، واخد ازاي تحكم عليه بعدل؟ ما يبقاش يعني نحن بحاجه الى مصالحه وطنيه، مصالحة في ظل دوله قانونيه بالظبط كده، وانه الدماء التي هي في الشوارع الان تدعونا ويعني تضغط علينا من اجل ان نصل الى مرحله المصالحه الوطنيه. من اين تبدا المصالحه؟ الخطوه الاولى، الخطوات اللي انت شايفها، واحد اثنين ثلاثه. الاول انا اظن ان لازم مش هنقول الغاء الاعلان الدستوري، ممكن يبقى تجميد الاعلان الدستوري اذا كان دي حاجه، وكل ما يتبع ذلك من بعده، وقانون حمايه الثوره في الطبيعه. اظن تجميد دي تعبير يعني يريح اولا، اجمد اؤجل، لن اخذ قرارا نهائيا الا بعد استشاره كل قوى، ساخذه في الاعتبار يعني ارى ملاحظات الاخرين. يعني عندك 100 حل. انا اظن دي بدايه طيبة. يعني انت تخيلت لو كان يخرج الرئيس يقول حينما اتخذت قراري هذا كان من اجل الصالح العام، ومن اجل ان انا اريد الا اعطل مصالح الدولة، واريد ان انتقلق بالمؤسسات وبالبلاد الى مرحلة افضل، وكنت اظن ان هذا القرار سوف يلقى القبول الكامل ده. وحيث ان هناك بعض القوى التي اظهرت ان هي على شكوك و مخاوف من هذا الموضوع، فإنني أعطي فرصة أخرى للنقاش. يعني ما بنفتكرش إن ده في يعني إهانة لأي مقام. لا لأي طرف. أنا أؤكد لك المصريين هيتأثروا جدا وهيقدروا هذا جدا، وأؤكد لك لأن المصري بطبعه يعني بمقياس كيف تكسب الشارع، أنا ده يخليك تكسب الشارع. كيف تخسر الشارع؟ إنك تقول هو كده لا قضي الامر. لا الذي كنت فيه تستفتي. قضي الامر دي مساله خطيره جدا. ومصر، بص حضرتك، مصر ما تحكمش كده، لا تحكم بهذا الشكل، لا يعني، وبالذات بعد 25 يعني لا يمكن نحكم. وحضرتك بتقول ده بضمير مخلص يعني. طبعا احساسك انه الرجل الذي عرفته انه قادر على انه ممكن قادر يعني ممكن يكون راغب لكن مش قادر. اظن ممكن وارد، لانه دكتور مرسي انا اعتقد ان هو ابن بلد يعني ويعرف المصريين وسياسي وعاش ودخل السجن وعمل في البرلمان وكان نائب. يا ريت. وبالعكس هتكبره جدا، اول وهيخش التاريخ شئنا او لم نشأ. دكتور مرسي اول رئيس منتخب مدني وب 52%، مش ب 999% ولا كذا. ها لا، فده شيء هيدخله التاريخ، وانا قلت له هذا اكتر من مره الحقيقه، ومخلصا. ولما كان بينحاز للغلابه او ينحاز لفتح ملفات الفساد او اللغه بتاعته بتبقى منحازه للغه الاقتصاديه الاجتماعيه، هتجد انه الشارع بيجد نوع من انواع التواصل. سيبك من يعني الاشياء، حتى انا مره قلت له هذا وضحك يعني، وهو فاهم بدقه في حاجات، بيبقى عارف هو موديها فين يعني، لمين يعني خطابه رايح فين، من ناحيه شعبويه. هو عارف، وهو من حقه، من حقه بمعنى انه عنده جمهور، وجمهور السلفيين وجمهور الاخوان وجمهور عموم المصريين والفلاحين والى اخره، فمن حقه هو يعمل ده. لكن الحته اللي كانت دايما انا برصدها وقلتها اكتر من مره، لما كان بيركز على الحته الخطاب الاقتصادي الاجتماعي او انه منحاز للغلابه، هتلاقي المصريين العاديين بيروحوا لاقطين الحكايه دي ويتعاطفوا معه وبينسوا اي انتماء ايديولوجي او غيره. انا اظن دي مساله ممكن نقطه بدء طيبه لعمل فكره المصالحه الوطنيه. نحن في اشد، لانه المشهد نفسه مشهد مخيف ومقلق، و و و
امنيات ناس كتير. يعني انا امبارح كنت شايف الناس اللي واخدين ولادهم وبناتهم رايحين رحله لطيفه في حوالين الاتحاديه، وانا ساكن يعني اراوند يعني، فشفت النوايا اللي كانت موجوده امبارح. تخيل انك انت النهارده، وعلى فكره كانوا وجوه جديده مش 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 من يعني الاغلبيه الصامته اللي هي موجوده، يعني واحد واخد ولاده وبناته وقاعدين. فمعنى ذلك انه حتى هذه القرارات ما خدتش القوة اللي متسميها سياسيه محترفه او منظمه، ولكن حتى يعني حركت قوة اخرى كان من الممكن ان هي تكون معاك ما تبقاش ضدك. بالظبط، الحلفاء الطبيعيين يعني حلفاء بلغه علوم الاجتماع مثلا الطبقه الوسطى الصغيره البيتي بورجوا مثلا اللي هي محافظه ودينيا متدينه بطبيعتها كده، واخد بال حضرتك؟ دي حليف طبيعي لحضرتك، فتكتشف انه لا مش هو ده الوجه اللي انا عايزه من الحدوت، فعمل مسافه معاك. يعني انت حتى ما اظنش ان انت استفدت من، وباين، انا اظن انه باين. يعني احنا كلنا معنا كلنا يعني في الحياه اليوميه وبنشوف المساله. وبعدين انت الرساله النهائيه ايه اللي ممكن تعايز توصلها؟ التنظيم في مواجهه الوطن، الجماعه في مواجهه الوطن؟ لا، ما ينفعش. وانا دايما بقول انا ما عنديش مشكله ان الانتخابات جاءت بالاخوان في البرلمان، ما عنديش اي مشكله ولا حساسيه، ان ده احد قواعد الديمقراطية ان تقبل بالسلطة الشرعية التي انتخبت، ولا رئيس الدولة محسوب على ما عنديش اي دي. مش دي القضية خالص، ومش عاوز ان انا ما يهمنيش هو مين، انا يهمني بيحكم ازاي. بالظبط، في الواقع العملي اذا مصر، واحنا لسه وبعدين عندك ازمة اقتصادية، واخر مرة كنا مع حضرتك قلنا في مشكلة اقتصادية حقيقية في مصر، وفي الوقت اللي احنا منشغلين بهذه القصص في يعني معاناة بتزيد يوم بعد يوم، فانت واحتجاجات اللي هي على خلفية المشهد. بقى لما تيجي بقى تدور على المشهد الحالي، في خلفية مشهد، الخلفية المشهد ايه؟ احتجاجات فئوية، احتجاجات عمالية، مشاكل حقيقية، اضرابات المطارات، معرفش ايه. يعني انت عندك في خلفية المشهد في مشكلة حقيقية، وخلينا اقول بشكل واضح واقليمية ايضا، يعني خلينا نقول انت في حالة، يعني مصر موجوده في لحظه تاريخيه مش عايشه لوحدها، يعني اقليميا انت شايف المشهد. طب السؤال الاخير في عجاله، رد الفعل الدولي شايفه ازاي على اللي بيحصل لنا؟ شكل خسائر للمصداقيه النظام؟ انا اظن الاوروبي حسم امره، مارتن شولتز اللي هو الراجل، سواء على مستوى الاتحاد الاوروبي بشكل عام او على مستوى الاوروبي على حده، فرنسي الماني الى اخره، اظن موقفهم واضح. الامريكي وحضرتك ادرى طبعا، الامريكي بيلعب اللعبه التاريخيه بتاعته، انه ما يمنعش يدعم وفي نفس اللحظه يظهر حد تاني يتكلم على، والامريكان وخاصه ان هو بيشوف ان هو محتاجه كضامن لاتفاق غزه، لكن في نفس الوقت هو ما يقدرش يبدو قدام الراي العام ان هو بيدعم اجراءات ممكن تتشاف انها مش ديمقراطيه. لكن اظن الموقف برضه تاريخيا، لكن مع تصاعد العنف او تصاعد المشاكل هيضطر يتخلى عن اي حد ده حتى تاريخيا يعني هو ده فما حدش يعني يعتمد على الولايات المتحده. ولذلك الميزه كلها انه لاول مره مصر يعني بتخش في تفاعلات داخليه بنفسها مع بعضها البعض، يعني مش سلطه يوليو، واخد بال حضرتك؟ انت يعني ما انتش سلطه يوليو التاريخيه، لا ده شخص تقدم للرئاسه من الحركه الوطنيه وكسب ولذلك انا اظن من المفيد اننا نعود مع بعض مره اخرى للجلوس على مائده الحوار، وهذا ليس عيبا اطلاقا. طيب في نهايه هذه الفقره من الحوار بشكر حضرتك دكتور سمير، ودايما الحوار معك ممتع. الله يخليك. شكرا.